هنا دي ليلة عمر جميلة في حياة هاني مهنا، عايز أعرف هنا شعورك إيه بآخر العنقود؟ هو موقف صعب جدا هنادي جت فيه بصراحة. يعني انا هنادي استمرت في بطن امها حتى الشهر منتصف الشهر السادس في القاهرة، وبعدين فضلت انها تالت في باريس، وقلت لها خلاص، قالت لي دكتوري وكذا وعشان امي، ويعني هلاقي اللي يحتضنني ومشغلكش وكده. ففعلا سافرت من اول الشهر او اواخر الشهر السادس، عشان طبعا نظام الطيران ممنوع تسافر في السابع، ممكن تولد السابع. فسافرت قبل السابع بكم يوم، وانا للاسف بقى عملت حادث سياره في الوقت ده بعد ما سافرها بحوالي شهر وشويه. ما قدرتش بقى اسافر في الوقت ده، يعني الدكاتره قالوا لي ممنوع سفر، لان حصل العصب الايمن العين بقيت في عدم اتزان، لان بشوف الحاجه اتنين. فالدكاتره كلهم قالوا لي ده هيرجع من غير عمليه لوحده. انا طبعا عايز اسافر ارجع على الحاجات دي وكده وبتاع، بس مش قادر. فقالوا لي لا، الحركه بالنسبه لك صعب، لان كنت اتعورت طبعا في ركبتي وكان اللحام مش مظبوط، فكولي تاني الدكتور. يعني كانت عندي ازمه، يعني هنادي جت وانا في عز ازمتي، بس الحمد لله وانا على السرير وفعلا في وسط الالام كلمتني قالت لي هنادي جت، دي مامتها، فهي في المستشفى في غرفه كذا، كلمها دلوقتي. كلمتها قالت لي نسميها ايه؟ فانا قعدت ادور في اسم، يعني اسم ما كنتش مجهز حتى اسم، يعني واحد عيان وجنبه بقى علاج وبيجي ناس يغيروا له وبتاع، فما فيش في دماغي اي اسم. فقلت لها هنادي. مبروك عليك يا هاني، نادي بيتي وقول لها هنادي من ليلادي يا هنا يا سعداء. مبروك عليك يا هاني، نادي بيتي وقول لها هنادي من ليلادي يا هنا يا سعداء. والليلة كلنا بنهني بعضنا، الليلة كلنا كلنا بنهني بعضنا، في أول سنة حلوة لهنادي حبنا.